فصدر مرة طول عمرك. وين الماء؟ هذا واحد. هذا ما في. خلني أزيدها مرة واحدة. الله يبقيك ما شاء الله. الجو عندكم زين ما الله. والله بريد اليوم زيادة أفضل. ها والله تعال بخيتنا. حاضري سلام. كيف حالك خالد؟ مساك طيب. كيف الأهل؟ طيبين عساهم خير. الله يطول عمركم. يا مرحبا ألف. الله يسلمك. الله يكتب أجركم. الله يطول عمركم. يا مرحبا. يا مرحبا علي. مرحبا. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يعافيك. الله الحال عساكم خير ان شاء الله. تزورني زيارة خاصة بإذن الله. احنا ما نغنى منكم. هو وعد يعني كأنه موعد الحين بإذن الله. جوكم يمدحونه ما شاء الله في كل الأوقات، لكن في الصيف براد. أطيب. نعم العالم عنده. العالم عندنا في الصيف يبها شربنا. ابو عبد الله مدحت له الصيف. ابا قال بجيك وش يالي وايدي ذا اللي ما حد يمدح. ايش حالك ابو عبد الله؟ ايش حالك يا محمد؟ مرحبا الف. كيف حال الاهل؟ طيبين شبانك؟ تحيات المطر. عساهم طيبين. مرحبا بكم. طول عمرك. والله بد ان شاء الله تجونا باذن الله. باذن الله. ايش ذي نحكت؟ ايش تبي؟ هو اعطيته هديه. مشوت مقفطه. مشوت مقفطه. هذا شو؟ تعال محمد. والله انت ارتفع. والله انت ارتفع. والله انت عدي. حالف الله. الله عزيز. الله عزيز. الحلف هذا محمد. تعال هني. تعال بس. تعال الله يحييك. لا لا ما تحلي. الله يحفظك. اجلس خلاص. انت لا كيف تقرب وين؟ تقرب تحلين؟ تقدر برا تحلي يا اخي. تقدر برا تحلي يا اخي. لا لا حلي اذا طلعت كذا. ترى انا ابيب لك. يا ابيب لك يا امسك. طيب بعد تليفونه. كان تليفون كذا. الله يحييك. مرحبا. هذا اللي صاحب المقطع اللي يقول ما شاء الله. الله يحفظك. لكنه يمزح يمزح. تمزح. كيف الحال؟ ساك طيب. ها حق الطيب كله. الله يعافيك. الله يحييك. قهوه كويس. قال حقدوا علي. لا تقدر. وعبد الله شو حالك؟ كيف حالك؟ كيف الحال؟ ساكن خير. سلم ذا الوجه. الله يجعلك في زود. طبعا هذا شريك انت بخيت. لبيك. الشباب كلكم. عبد الله ولدي الكبير. ونعم. نعم. ونواف ولد اخوي محمد. ونعم. ونعم. ومحمد بن عبد الرحمن على اختي. ونعم. انا خاله. ونعم. و الشباب جايين الباقي. ابوه بعد تعرفون. علي بن عبد الله. ونعم. هذا يصير ابوه وانا ابوه هذا. الله ونعم. ما ابغى اقول جد. ركان بن علي. اصغر العنقود. راعي المقطع. لا ما ابغى اصغر العنقود. هذا اخوي انا تعرفونهم عبد الرحمن بن عوفي. و حسن بن فرح صديق لمحمد ورفيق. وعبد الله شايع صديق ورفيق. ونعم. ونعم ونعم الجميع. الله يحييك. الله يحييك جميل. طول عمرك. مرحبا الف. سلم. الله يكتب اجركم. مز كيف حالك؟ نفسك طيب. سلم ذا الوجه. ما يفندك. ما زال مكمم. امين. ما يفندك. ما يفندك من اليوم. عنده صلت عليكم الملائكة. جزاكم الله خير وبيض الله وجيكتم. عز الله أن محمد السريعي مهما قلنا فيه من الثناء ومن المدح ما نوفي حقه. إن جيته في الرجولة وإن جيته في العلم الغانم وإن جيته طول الله عمرك حتى في الشعر بادي يدخل علينا احنا يا الشعراء. ترى كاتب له بويتات. ها علمهم بالأبيات اللي السلام. يا مرحبا الله يحييك. ما شاء الله عليه متعدد المواهب ورجال صاحب افكار. كل شوي طالع لنا بفكره ابداعيه. الله يوفقه ومن طابه ومن طيبه له وربع. كيف حالك؟ عساك طيب يوسف. كيف الحال؟ كيف صحة؟ طيب طيبين. انتم بخير. الله يعطيكم العافيه. كيف الحال؟ موفق. الله يوفقك ان شاء الله. استريح استريح استريح. توجه. تعال. كيف الحال؟ حالكم خير؟ حياكم الله. يا هلا وسهلا. استريح. كيف حالك؟ عساك طيب. عساكم خير. يسلم. يا مرحبا. استريح استريح استريح. العلبه ذي. عليك الله زود يا ابو مساعد. جالك سالفه.
والله ما عدنا للحق وانطبت في طيبك من طيب عمرك ورد. والله يا اقبل دعاك ان شاء الله. اللهم امين. ولا عليكم زود ولا انجيل لما بعدكم والله. ما سوينا شيء والله ما هو اللي في الخاطر. ودنا بفطور. لكن بارك كرامه اي والله. تسمحون لنا على القصور. ما من قصور. ما من قصور. ما من قصور. ونعيذكم ان شاء الله عندنا في الجنوب قد وعدتوني ما عاد الا نحدد الوقت ان شاء الله. باذن الله. انا والله ما ودي اقول ذا الكلام وانت اسمع. اي والشاهد ربي. الرجل قد علمت لكم هذا ركن من اركان الحطان ذني ابو محمد. نعم. والشاهد ربي ما هو بعشان يسمع. الله يطول عمرك. حنا اللي نعرفه يا بني عمه هو نعم ومطلق. ما عليكم لا زود. عندنا حنا يا ربعه ولا عندنا سري. ونعم. جعله والله يسلم. الله يطول عمره على طاعته. جعلنا وياكم من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. ربي قابل من ابو عبد الله. اللهم امين. والله يبلغنا هذا الشهر الفضيل. ويقبل منا الصيام. آمين. والقيام والدعاء ان شاء الله. انتوا ختمتوها بهذا الشهر الفضيل ما شاء الله العظيم. والجو زين وال يوم قربوا برضه يوم 20 فرحنا والله على اساس كل شيء زين عشان الواقع. ايوه 30 تقاسم الكل قد خفنا من التمديد بعد العيد ولا شيء. مصلحتنا ولا لا مصلحتكم والله. اي للسنه الجايه ما ادري. يا مرحبا الله يرحمك. اهلا مرحبا يا مرحبا. انا شوف لك يا عبد الله صالح على المكسر قاعد يعطيني لا تعال على المكسر عند المكان من النوم ولا شيء احملون ابوري خدرون كذا مشروب الله يديك ما هي واحد 39 يا سلام يا مطوط. أنا طالبك هذا الرقم مدة طويلة اقبل 40 قبل ما قال ما أبغى أدخل في 40. أبو عبد الله والله عمره 39 قلت نفس الشركات اللي تقصد 999 تصرف والله لا والله 39 39 والله مطوط زود على 20 ظهر اني ما بين نشي نبغى يشارك يا محمد عمره 14 سنة أقل أقل الله يحييكم جميعا الله يرحمه قد مات من الجماعة جلس منه فترة طويلة قال عاد عمرك 39 لا قلت والله قد احنا تعدينا شوي قال نبغاك توصل 49 على شاشة تقفز قفزة قوية. اي والله ترى لا في ناس ما عندهم شهادة ميلاد يقدر يتحكم في عمره صح تعرف أنا من الناس دولة اللي ما مع ما في اثبات أجل ألعب على كيفك ذا الحين عندنا 26 25 عندك صوت كيف حالك يا ابن دعيرم عساك طيب كيف الحال تب خير شحال شيبانك كيف الطاعة عساكم طيبين عساكم طيبين الله يسلمك الله نبرك الساعات والليالي يطول عمرك اي والله أنا اليوم متنكر لابس قلابي بس الربع ليوم كذا عديني ضيف تحلى من حيو. إي والله. ما أدري متى. لا والله معزي. جلال معك مطوح. أنت الحبوب يحبونك الربع كله. حبك الله حبك الله جلال عمرك طويل. أنا هذا كله مقصود أبغى أصلحه. حتى هو حتى هو الظاهر حتى هو الظاهر يوم قال أنت بحبوب الظاهر. عند نية. أبغى أزرق أزرق بعد شوي. ترى كوب بلف. بلف بلف بلف. ترى عبد الحسب على محمد ألف عليك خص اليوم يوم محمد يا شباب شايبه وإخوانا عندهم لو تبي المال كله الكوب ما عاد في شيء أنا بنكبر الغلا الكوب بألف ولك خصم 100% أمس جانا محمد معه ورقة إذا كتب قال فيه واحد إن قد أخذ عقالي شفته عليه 300 ريال واللي يأخذ بشت عليه 700
محمد والله ما يفكرني صدق. يوم اخذ التلفون يوم اخذ التلفون مسكنه واحد واحد والله انه ذكي تجاريا قال سووا اشتراك ب 200 ريال وجلسوا كلموا اسبوع كله كلمنا اشتركنا معه كل واحد كلم مره 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 وطفي مكبل التلفون ما اشتركتوا كلكم اشتركنا كلنا واحد بهني حدود 3000 ما شاء الله شرع ب 1000 شوف هو اخذ التليفون بعدها ما ادري من اشترك كلنا مسجل اسامي العدد كم هذا تكون 3600 انا لا ما اشترك خادم عيان علي درة ما يتصل دولي 3600 بالضريبه ولا بدون المكالمه شوف 3600 بدون ضريبه كامل الضريبه بشرونا من خال محمد رب امورنا والله ان شاء الله وضع يمكن يقولونها الرياض 1800 الله يسلمك على الوطني اتوقع اليوم ولا بكره 3600 والله حاسب الله تعب والله العظيم والله ان شاء الله الله يسلمك ويعافيك شافي ويعافيه كنت اللي معايا من اول وتحسب لحسبة تجارية لي مع ود سالب 2000 الظاهر انت التاجر حقه والله حاجة تاك وطرف التلفون انت المدير المالي لا تنصحه انت المدير المالي ابو محمد نبغى نحش في محمد نبغى نعرف سوالفه اللي قبل حاجات والله ان كان ايام الطفوله ان كان ابوك علم سواليفك شوف يا واحد يمكن قال حاجات حاجات بسيطه خالد يلا لا ابغى اعرف طفوله محمد محمد من يوم ولده هو رجال ما عاش ايوه احنا نستفيد من محمد لازم والله ونعم والله 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 يا عقل محل محلك ابو فهد صب يا ابو استراح يا ابو صب يا ابو فهد ولا يقول ايش خلصت انت ما تشعها ورا تشعها ورا كل وجه ابو فهد ابو فهد ترى الكلمه اللي قلتها احنا نستفيد من محمد احنا دائم عندنا رجال جاء ويا ولده نقول الولد جعلك اشكل من ابيك ايه ايه ما في شك جعلك اطرق من ابوك على ما قال او جعلك اطرق من كل واحد يعني وده ولده انه احسن منه ما في شك وما يعرفها الا اذا صار عنده اولاد و... صحيح يمكن ما يستشعر فيها الا قد واحد والله انت ناقش فيها القشطه نقول لا قلنا للرجال جعلك اشكل من بيك وش تقول انت؟ قالوا ما تصلح كيف الواحد يجي اشكل من بيك؟ وهو اللي مربيه وهو اللي ما في شك يعني كل واحد يتمنى المواصفات الطيبه في ولده هنا مكتملة وأنها يكون أفضل منه في كل الأحوال أنا والله إبا وجهت نظرنا الواحد ما هم متعدي به لو ما في شك يعني أمنية نفسية في عند كل شخص ولا كل واحد لا جاء مثل أبوه في حلوة لا جاء مثله خل عاد أشكل منه ما عليكم زوج ما بلا كل واحد فيه بركة سواء انه كبير ولا صغير في العمر ولا ما هي بالرقم الله يسلمك انا قلت ابن عباس اتعبني ابوي يقعد ابوي في الجنة لا جيت ربعه ولا نصه ولا حوله احنا طول الله عمركم كل منا في خاطره كلام يجوش في صدره و انا بأتكلم كلامنا اعده احقاقا للحق محمد السريعي الله يطول عمركم وعمره من اطيب الرياجيل اللي قد واجهناهم في حياتنا تعال احنا يستاهل ورجل مطلق ولا فضل على من يسوى وسهام منايا وعطيب مضاريب وخوته هو اللي مثله شرواه عز وناموس وشرف والرياجيل في حياتهم يسعون لمقابل الرياجيل اللي فيهم خير ومن حظوظ الدنيا اللي جمعتنا به تحت سقف واحد في ذا القريه فالله يطول عمرك على حسن التربية وعلى حسن التربية يطول العمر وحسن التعليم هذا مهم منتوج صدفة هذا منتوج تربية ومنتوج علوم طيبة متربين عليها ومتعلمين عليها فالله يبيض وجهك يطول عمرك ويكثر من شكلك وسلامك وجهك وتسلم يا أبو محمد الله يطول عمرك ويحييك وهذا الكلام الطيب ما يستغرب منك ولا من أخوياك الطيبين واجتمعتوا يا هذا النخبة في هذا البرنامج ما هو إلا من تربية شيبانكم
علموكم على علوم الرجال والعلوم الطيبة وعلموكم إلى أن وصلتوا إلى هذا المرحلة. اجتماعكم من بين 10,000 شخص في هذا المكان واختياركم ما جاء عبث زي ما تكلمت قبل شوي، ما هو إلا أشياء تملكونها أنتوا ما هي عند غيركم من مواهب ومن علوم طيبة، وتستاهلون إلى وصلتوا إلى هذا المرحلة. أول واحد اللي هو نايف الخضيري أعتبره مثل آخر واحد أنا في نظري. إيه والله أول واحد طلع منكم واللي وصل للبرنامج كلكم نجوم ما في شك، وأنتوا وصلتوا إلى مرحلة رأس الهرم. إيش اللي بعدها اللي أهم منها؟ أنكم تحافظون على هذا النقطة اللي وصلتوا لها هي الأهم، بحيث تعملون بينكم تكتلات مجموعات في السناب شات وفي غيرها من التواصل الاجتماعي، وهذا النجاح بذاته، لأن كل واحد منكم له هدف. بعضكم ما حصل على وظيفة، بعضكم ما يعوضها بهذا النجومية، وهي صارت باب رزق. أني أتذكر كلام واحد مدير عام تقاعد يقول والله لو خيرت قبل ما أدخل هذه الوظيفة أني لا أختار مثل المشاهير هذولا وهذا النجوم اللي محترمين، ما هو كل نجم، ما هو كل نجم يعني مرغوب أو معجب فيه، لا، في ناس لهم طرق ثانية ما حد راضي عنهم، لكن مثلكم ومثل شرواكم ومثل اللي سبقكم في هذا المجال والله انهم حصلوا خير واسترزقوا وكونوا انفسهم وتزوجوا بنوا بيوت وفلل، حصلوا على التجارة وعادهم في سنكم، يعني ما يعني عمر البرنامج ما له 6 سنين ولا كل خدمتهم 6 سنين كونوا انفسهم. اللي يملك فيلا في الرياض واللي يملك فيلا في جدة واللي عنده سيارة زينة واللي عنده مصدر رزق لو جلس في الوظيفة ما كون الأمور هذه. اي والله. فاللي بنصحكم اعملوا تجمعات واعملوا تدوير، ما هو يعني مجموعة خلاص، لا، المجموعة هذه تغير مع المجموعة الثانية وتعمل تحالف بين هالجنوب والشمال. أيوة. الله الخليج. وعملوا زيارات بينكم، عملوا تعاون، نوصيهم ايون هذا النجاح، نوصيهم كلهم ايون. طبعا اخواننا معنا في مجلس التعاون والله ما نعد الا احنا بلد واحد، لا اللي من عمان ولا اللي من الكويت من الامارات، احنا بلد واحد والقدوه قادتنا. الله يطول اعمارهم، يعني هم حالهم واحد فعنا من حالهم. اجتمعوا وتعملوا زيارات بينكم وان شاء الله من نجاح الى نجاح. والله يا ابو عبد الله، دخلنا برنامج يا اخواني كان كل منا عينه على مركز. اول ما جيت البرنامج لا تشدني، اول ما جيت وشاهدين بقول لك مركز قبل ما اعرف المطلق، لكنهم عرفتهم لا لا في مركز صادق والله. انا قلت لكم والله ان من اول واحد الى اعتبره انا مركز واحد صادق. واللي وصل هذه المرحله هو نجاح والله. عندي الثمره والله يوفقكم والله ان شاء الله. اهم شيء اللي بعد البرنامج هذا اللي اوصيكم فيه. والله يا ابو محمد ان كلامك انه يفرش الصدر وانه يرفع المعنويات وانه شوفتك انه اليوم هي المكسب. الله يحييك. والله على قول اخوي صالح يقول دخلنا البرنامج كنا كل واحد يبغى التنافس. صادق والله. لكن يشهد الله ان الحين نتنافس كيف نكسب قلوب بعض. ما في شك. هذا المكسب الحقيقي. وان الجوائز اللي كسبناها في البرنامج شوفت كل واحد وشوفت اهل كل واحد. تعرفنا على اهل كل واحد وشفنا هذول النجوم وراهم نجوم. من أب وأم هذول النجوم اللي صدروا النجوم الأبطال دولة. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق. آمين. بإذن الله المكسب بعد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هو المحتوى الجميل وكيف نكسب قلوب الناس ما في شك. وكلام الأستاذ سعود العتيبي عنكم يقول وصلنا إلى اليوم 55 أو 56، يعني ما طلع منكم كلمة خارج عن المألوف أو كلمة بذيئة أو كذا، يدلكم هذا من طيبكم ومن تربيتكم الطيبة. هو أبو عبد الله نحن طال عمرك يوم أيوة أن الشباب اللي مثلك أنت والشباب اللي معاك نأخذ منهم فائدة، ما بنقول لك شايب، أنت ما شاء الله عليك. الله يحييك. وسمعت أنك ما شاء الله من صلاح ذات البيت.
ونحن ناخذ منكم دروس وعبر، والجلسه معاكم تعتبر درس لنا نحن يا شباب مستقبلا. نبغي شيء من القصص الزينه في صلاح ذات البين اللي سعيت فيها يا ابو عبد الله. الله يحييك ويطول عمرك. نحن في ايام فضيله، وذكر الاعمال الخير اللي مثل هذه مطلوبه، ونحن نستفيد والمشاهد يستفيد. الله يطول عمرك. هذا العمل اللي انا فيه عمل خيري، وكل يبغى عمل الخير. صادق. ما في شك ان احنا كنا في العمل وتقاعدنا تقاعد مبكر، والواحد يبحث عن الخير في مكان في نهايه المطاف. صادق. الحمد لله حصلت على ثقه سمو الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز امير منطقه عسير، الله يحفظه، الله يمسي عليه بالخير، قبل سنتين وانا في اصلاح ذات البين. صحيح. بأمارة عسير. ما شاء الله. المشاكل اللي نواجهها يا ابو ماجد. دائما بين الاقارب. صحيح. الزعل بين الاقارب هذه بشكل يعني منتشر في المنطقة عندنا، وكلها على هذه الأراضي، أسباب الأراضي والشيطان في هذا، الخلافات الأسرية وكذا. فعملنا في هذا المجال واجهنا صعوبات والحمد لله. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبقيك. ارحب ترحيب المطر. مرحبا، ما مشاك لا مشاك. ارحب. انورت القريه واسفرت. والله نحبك، والله نحبه. الله يحييك. كيف صحتك؟ وجل والسلام. الله يحييك. تحيا المرحبا ومرحبا. عهد قريب. سلمنا عليك. سلمت عليك. كيف الحال؟ الله يحييك. كيف الحال؟ وجل طيب. ساك طيب. كيف اللي شايف؟ الله يحييك. ساك طيب. لبي. سلمت عليك. عهد قريب. نفدى قلوبكم. يا ربي يسعدك ويوفقك. لبي. انت وسط قلبي طالع من فوق. حبيت عيد. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. بارك فيك يا الحال. طيب. الله يسعدك يا الحال. طيبين. شلونكم؟ طيبين. كيف الحال؟ طيب. لا مبروك على حصانه ولا تقوم. حال طيبين يا الحال. شلونكم؟ طيبين. توسعوا روح. الله استكمال حديثنا نفتاك دائم برضه الرقاب دائم السعي فيها بجهود جماعية يعني أنا والزملاء، وتوصل أحيانا إلى بعض القضايا إلى طريق مسدود، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر في أولياء الدم. بعضهم يعفي في الوجه الله في الوقت الضايع على ما قالوا، وبعضهم يطلب وقت حتى يعني يحصل على موافقة الأقارب وكذا. دائما أهل الخير الله يحثونهم سواء من إصلاح ذات البين أو من شيوخ القبائل أو كذا على السعي في العفو. الله يجزاكم خير. هذه من المشاكل اللي نواجهها، وزي ما أسلفت لك أكثرها في الأراضي وال أولا هذه ما جرين أقارب والله ياجركم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يكتب أجركم يا الله يا رب العالمين. الله يحرمنا الأجر وليكم إن شاء الله. من الأشياء المميزة اللي إذا واحد سعى فيها الله يكتب له أجر عنده ومحبة الناس في قلوبه. الحمد لله. الله يجزاك خير يا ابو عبد الله، ونحن نستفيد منك يوم نسألك أنت الأسئلة. إن شاء الله. والله بالعكس، والله نستفيد منكم أنتم. الله يطول عمرك. وصلت إلى مرحلة النجومية، بالعكس نستفيد من حتى أبو مسابة أمس فرحان اللي مثلكم خذ له حصانه ومستانس. ما شاء الله. البركة الحصانة أهم شيء إنها تنقذه ذي الليل. والله يا أبو عبد الله أنا شكيت يوم شفت الرجال يصلي بنا التراويح له ثلاث أيام جاءت رسائل سماوية. صلى المصلي لأمر كان يقصده. الله يطول عمرك. جمل حالك وفالك. الله يسلمك. والله اني في الديره توشقل اني ما اتحمل لكم والله خاص. يشهد الله قسم بالله اني صادق ان الرجال يجي هيام هيام ما يتحمل. والله العظيم اني صادق. بس عاد الوالدين والاخوان ما يحبون. وخالي انا الشباب اللي كثر في السمبوسه وكان
يسجل وحاسب لي رصيد. كم السمبوسه؟ 100 ريال سمبوسه. ابشرك ما ذقت منها واحده ما كليت بلا شوربه بس. كم 100 خلنا نقول يوسف المزروعي 4 ظني. لا 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 7 يعني يجوز هيصل سامحه يا حبيبي مساواة مساواة سامحه 20 معقول 20 ممتاز 5 الله يجزاك خير. أنس جسمه والدوسري ليش سحبت عليه؟ الدوسري ما أكل لكن بعطيه 3 مثل كبير مفرح أنس خلنا نقول 4 أعطيك كذا مفرح 17 يمون عليك عبد الله شوي قصيدة شوي قصيدة 7 مبروك تلبس سمبوسه. عبد الله الجعيداني سريعي 6 يقول بحسبها لثلاث هو عدم اكل مثل الكبينه احصلها وتمطفل في شكلها على حسب المقول. صالح لبيك 30 استحمل لبيك استحمل جو مره خلي 4 عشان حمود عبد الله يقول حالي كثر على عبد الله عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن بعد كمك لطف 8 يا عمر السيد صح بس هو اعطي اعطي 8 دق 8 عمر السيد ما عود اعطني عند ابراهيم تمام صبر الله يوفقك الله يجزاك دلبج خصم سمبوسين وهو اكل عشان الشاي محمد الفيري 10 والله عاد قد ايش كم عاد يدور لي عليك الحين أنقص إيه؟ هامية ربيع من بحصوها غير أحب أن أصلح على واحدة يا سبركة نص كثرة ذاك كثرة نص واحدة أكبر منك ما أكل شيء ترى زعلان يأخذ عشان الجزمة بعطيه عشان ايش؟ جزمة انا فيصل المن خالد قصد شمراني هذا شمراني عشانك خذيت حذيان الله يكرمك ثلاثة على الايام ثلاثة ايام على الايام ثلاثة ايام ياكل سمبوسة خموش خموش ما فهمت عشان ذا الوجه 7 عشان الوجه 7 خايف اسبوع والله كنت اول ما اجي والله تقدر ترى زعلان من واحد زعلان من دعير طفى علمنا السالفه تحت تقصد يوم قال ما يذكر تذكر انه وانا وياك عند قشران يوم قرات لي فروقه يوم قلت محمد انه منين من ذاك اليوم هو ما يداني ليه يا ولد عشان قريت اللي مكتوب في الورقة عشان قريت انا مكتوب في الورقة قريت ليه تقرا لا عاد تقرا صح هو قال يمكن يقول سريعي عود الغريه لازم كان حطيتها تخيل لو اني قايل حطيتها على نفسك تخيل لو اني قايل دعير معود القريه كفو تخيل الكلام مو هني كام انا اللي رحت ابراهيم هو ما راح في اثنين يا ركان ولا واحد اختار واحد من غيري انا تحب اكثر واحد اكثر واحد تحبه في من غيري انا والله كلكم والله رجع دبلوماسي ميات عنده قصيده ارتجالي على طول نفس قصيدي الاول نفس قصيدي ها في عباده يصلون بعضهم نايم بعضهم سهران ويصلي بعضهم بس ياكل ينام وياكل من المن ما عنده اللي قد روبه
نفتح اذكر الله يا رب اذكر الله ما شاء الله الله يحفظك شو لك امين طلع تشارك في زيد رصيدك كم ان شاء الله 23 حاسبها حاسبها 23 يعني يعلنونها القناه الحين لا ما يحتاج ما يحتاج راكان راكان بنعطيك وعد عندك سناب شات انت بياخذ رقم 9 عندك سناب ان شاء الله نحن بني الجنوب الشباب كلنا وكلنا بنسوي لك نشر وانت انطلق تسلمون ما راح يحتاج رصيد وعدوك مع ودنا بجير كفو الله يطول عمرك عشان واصل الرحمن الريالتي فل يبغى ياخذ اوكي من الان ابشر بالنشر لو تبيها الحين بارك الطيب يا ركان انا الوحيد اللي سامحتني بقول لك مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا جميع زينك حلا يا حبيب الله عطاك استاهل ركب والله كنت بعطيك لكن انسام عطى سبوسه أربعة أربعة يستاهل كنت بعطيه لكن يستاهل أربعة أربعة صوتين حلوة ولا ما هي حلوة؟ حلو أبشر بالمايك أبشر بالمايك يمزح طالبينك صوته لا ولا تعطيه أبو حسن عبد الرحمن أبو حسن أبو حسن صوته حلو والله ما عندي والله هو هو تم 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 صوته زين والله لا لا سمعنا فرح طالبين كان صوتك عطله شله شله أنا طالبه وجه حلقة وجه حلقة يا رب تتروح عليك ايش ايش خليك طالبينك يا مبرح تكفى ايش تكفى اللي تعطينا السياره تكفى تكفى طالب ايش ايش تم يا ابو حسن مقطع مقطع انا بتخبرك بقول لك شيء سمعنا مفرح اطول البيتين جاهزه بالسياره لا انت الحال ترى مجهز بيتين بالسياره وبس لنا مدري ايش عطهم يلا شيلها معك بنشل بنعاونك بنعاون شيل معك يلا واحد واحد افضل لاعب في منطقه الزعله ابو حسن ابو حسن والله انك مكان لا يغوم منك والله هو يدلع يلا هات هات ازعل مره يلا هات قبل ما تغني يا ابو ناصر كيف الشايب حلو صدق فارق ولا يا والله شاي كان والله انا شاي يدلع قال يا سلام وانا بيني بينه شغل بعد البرنامج يا سلام ضحكت عليك ترى شغلك انا انت تحمل دلبج لا تبكي لا تبكي لا لا اقول بيتين الحلو يلا تبى تحزن تبكين اي والله الحب على البيت اليوم ما فلتر اي والله اليوم ملاحقين اليوم البرايم اليوم في بكم يصير والله تعلم يا غمر من شايب قد تعمر طلعت عليها الحياة الموت ما هو بعض العار لا لا يقف يخلى بلا أنا عندي سؤال يطرح نفسه. أنا سؤال بوجهه للرجال اللي قاعد جنبي. أنا اللهم سلم سلم. أنت مسميت ليه؟
على اساس انك ما بتدخل النمونيك مسوي اني مستذكي عشان ما حضر النمونيك وعلى اول انتخابي ما في مشكلة. الخطة وين؟ الخطة فشلة. قالوا الرئيس اول واحد اول واحد والله انك تدخل برايم في انك تربع وانك تدخل برايم في انك تسحب عليك والله والله يوجدك في البرايم انه يسعدنا حد مبسوطين في البرايم الله يوفقكم الله يوفقكم الله في الاعداد الدور معك حط الانجيت مع اليوم وصل ابد ما حد يطلع يطلع يعني لا يطلع يعني يستاهل كل شيء ياكم وسبعين يستاهل والله عبد الله فيه بلا قول تخالف الأيام ولا وضاع تسوق قاربها بدون شراع تحدنا ونحدها بالقوة وحنا أسباع من ظهورة أسباع ما نرتخي لو تاكل اللي تاكل والله ما جا فينا قصير باع ومواري الرجال في مرجلته تبين في وجهه وهورة يفز فزت من يفز فادي اللي مضرها على المرجع والمرجلة درب طويل وممتد وعلي منه ويسره كم مهزاع تلقى الخطلان ليادي معبر في كل مطلع لهم مطلع ما تبرد عظام الرجال الخطل ولا ضعيف الرابعة يرتاع ما يقطع الفرجة نهارة الفرجة قطع الفرج يبغى ولد قطاع رجل يشوف ان الرجال تشوفه والله الياصل حروته المرباع والطيب للطيب كنان ومذرة وما له سنع من خالف الأسناع والمدح ما يرفع ردية المذهب والله ما ترفع لاش يا الرفاع لو ترفعه بيدينك ورجلينك القاع لو انك تشيله قاع والناس ما نحكم عليهم جمعة اذ منا فيهم ما هي بوسع ما كل من قاله ضعيف ضعيف ولا كل من قاله ذراع ذراع يا سلام والله هذه الابيات الذهبية والله الله يرفع قدرك ما شاء الله العظيم الله يرفع قدرك شهادة نعتز ركان صلوا على النبي توزيع اللهم صل عليه وسلم الله يحييكم لا انت يا ولا اخواني ولا اخوياي ولا عيال عمي جعلكم الله سالم هذا ابوي جعلها يسلم والله مهما اتكلم اني ما وفي حقه والدي ورباني على العلم الطيب ولا خلى علي قاصر من يوم خلقتها السماوات ابوي جعلها يسلم متعبني والله العظيم بفعله الطيب انا تعبت وانا اماشي اي والله جعل عمرك طويل يا ياب وجعلك تسلم على الوقفه من يوم دخلت البرنامج الى ذا الحين ومن قبل والله يطول في عمرك واما اخوي عبد الله جعله يسلم مهندس ومهندس ان العلوم الطيبه استاذ اي والله واقف معي في كل شيء بالصغيره والكبيره حتى لما شاف علي ضايق تندرى بشيء وفزع من دون ما اقول الله يطول في عمرك وفي عمر ولدك وما نواف ولد عمي ولد الدكتور محمد ما شاء الله هو وابوه جعلهم يسلمون وبارك له من هذا المنبر انا تو يوصلني العلم انه متخرج من جامعه البترول والمعادن مبروك الله يوفقك يا سلام يعفالك النجاح وما ابو داحم من يوم احنا صغار احنا سوا جعل عمره طويل ولد عمه والله يحفظك ويحفظه عمتي يحفظه خالد وما ابو حسن ما لي بناسيه ابو حسن ابو حسن خوي المصايب وما ابو شايع والله الرب انه يسعى لخدمة ابن ادم محبه تكون انه ماخذين عليها راتب ما شاء الله اقسم بالله انه يسعى واني متعلم منه شيء واجد ما شاء الله ما لنا فضل ما عليكم زود طوارع ما شاء الله ما اقول يا ابو شايع ما اقدر فيك حق الله يطول في عمرك ابو علي يسلم ابو فهد اخ ابو فهد تعرفت عليه وانا في جده في جامعه الملك عبد العزيز ما شاء الله وكان وقتها هو عسكري هناك ما شاء الله تبارك الله ها الله اكبر علم كل شيء لا بدايه معرفه خير ابو علي الله يطول في عمرك في مشاركه مني ويش اصبر
اسلم. ما شاء الله عليه ثقافه بينه في وجه. لا لا اما انه في الجامعه ما في الجامعه. ما شاء الله. انا كنت في الجامعه وهو كان اشكري. انت وقعت لكن ابو فهد اخ ويفزع وينزع ويجزع وجعل عمره طويل والله العظيم انه واقف خاصه في البرنامج ذا انه في الصغيره والكبيره. اكون معكم صادق لولا الله ثم ابو فهد والله ماني معكم. ما حد هو اللي علمني بالبرنامج هو اللي ايدني هو اللي ساعدني هو كل شيء ابو فهد. الله يحييكم والله العظيم يا هذا اليوم يوم باقي الذبذه عطنا عنه نبذه. ركان ركان ايه لازم ركان اعتبروه انا ركان. ونعم هذا نسخه محمد بس 23 ايه والله ما سوينا شيء يا ولدي اللي سوينا واجب علينا الله خاصة أنا وأخوانك وأما الرفاقة والزملاء بيضان وجيه تجملوا والله يجمل حالهم ويبيض وجيههم وحال من يسمع ذا الحين ويبيض وجيه الجميع. الله يطول عمرك فخر فيك يا ولدي. يطول عمرك ما أنا فخر والله. هذا الليل إنها ظني أطيب ليلا عندي في الحياة. ما شاء الله تبارك الله. إي والله نبطين منهم جعلهم يسلمون. أنا أخذت مشروع من الدولة واللي يدخل المشاريع هذه ما محتصي مرة بيتعب ودخلت خذيت مشروعين. والله العظيم ما تقول حرف والله. وصلت الرسالة مرة بيض الله وجيكم. لا جميل عندي ولكن حلف ما في جمال ولا الهالزول هذا والله من طيب راسي من طيب راس ابوك يا محمد يوم يعد العلوم هذه. اي والله محمد راكان متابعنا عارف شخصيه كل واحد فينا ما شاء الله تبارك الله. الحين بنقوم يا باه متابع جيد متابع جيد عارف شخصيه كل واحد. راكان لازم يخصم لي سمبوستين يا راكان. شكر عليه خالد يا بلانكات سار رجال صوتها من ذي الباب. قلت أنت من أنت؟ أتفكر فوق أي رجال كل ما أدنك تاني إليك أنا أتفكر الرجال شحال قرق عين أنت محمد. ودنا نقوم يبا فيه بعض الهدايا ما أعلم بسم الله. البارح عطونا تليفوناتنا وخلونا نتكلم عن مشكات الحرس الصدق يعني بتشكي. وطال عمرك يوم دخلنا أنا وخالد تويتر دقيقة داخلين تويتر طال عمرك بسم الله عليك شفيك اسلم اسلم قال سعد دخلنا تويتر ونشوف طال عمرك خالد قال انا بشوف الدعم وبشوف الامور هذه ونشكر من عبر هذا المنبر فريق دعم عبد الله خالد الشمراني يدعمنا كلنا الا خالد الله يجزاهم خير ويبيض وجوههم. هذا مؤثرين في تبرع مني انا واخوياي على نيتكم كلكم الله يجزاك خير في كشك الحرم مشكات الحرم مشكات الحرم الله يبيض وجوهكم. اذا تبغون اسدد الان اسدد ما انا لا انها عن طريق تطبيق تطبيق. المهم هذا الشيء على نيتي ونيتكم جميعا الله يكتب اجره وشيبانكم وأباكم وامهاتكم الله يجزاك خير الله يجزاك خير نشركم في الاجر ان شاء الله. تفضل عمرك على خير وطاعه وبركه. فيه بعض الهدايا ولا عاد كلنا ولا قال بالعافيه تعالوا لا حد يجلس في هدايا لكم كلكم احنا عبد الله منا يبغى.